هاي أنا في دعوض مشتركة عن فئة شعر. كان في شادي من سوريا سألني شو أكثر ثلاث شعراء أنا بحبهم، والحقيقة في كتير، بس ثلاثة فينا نقول نزار قباني، محمود درويش، وسميح القاسم. أكيد ما حفظ الألقاب لهم جميعا، إنك أساتذة كتير كبار وأغنوا الشعر العربي الحديث بشكل كبير. وما تنسوا تابعوا فيديوهاتي على اليوتيوب كرمال تعززوا فرصتي بالفوز بالبرنامج. شكرا لكم كتير، باي.